ازيكم يا مواليد برج المزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج المزان ليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 هتمكنك النهاردة من انك تتفادى شوية مشاكل، هتتقبل كل حدودك في العملية اللي انت كنت موشك على انك تكملها. انت بصدد انك تصحح كتير من المواقف اللي بتعتبر غير واضحة في يومك. كل العاصفة اللي ظهرت في العام اللي فات هتبتدي تخرج من الموضوع ده بشكل كويس جدا في الفترة دي. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا ميزان، هيكون أعظم الحاجات اللي عندك هو حنانك الفطري أكتر. سواء كنت سعيد لأنك كنت صبور، كل اللي بيحصل في يومك ده يعتبر نتيجة لأفعالك اللي كانت قبل كده. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا يا ميزان، هتكون مستعد جدا علشان تقوي كل الروابط مع شريك حياتك أو حتى مع علاقاتك في الشغل الخاصة. ده كله علشان تعرف تخلص كل مصالح على مداكل طويل. بالنسبة ليك النهاردة هتخفف كل الأجواء في الشغل، وهتصبح الدعابة حلوة جدا والدعم المتبادل في كل مكان ما بينك وبين زملائك. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 أكتوبر، النهاردة ممكن تهرب من حياتك اليومية وتهتم بكل الحاجات اللي بتبقى بتحيطك. ما تترددش في انك تنشئ روابط تكون من خلالها صداقات كتيرة ويكون فيها كتير من التقارب في اليوم ده. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 14 أكتوبر، هتفكر النهاردة بقلب أكتر من اللي انت كنت بتفكر فيه في رأسك. هترحب بمشروعات زوجين مشتركة أو حتى اتحاد ما بين أشخاص مع بعض، في طفل جديد في الحياة أو حتى في تفكير لي في المستقبل إنكم تجيبوا طفل. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية الثالثة مواليد 15 أكتوبر ل 23 أكتوبر، الحياة العاطفية هي دي اليوم المثالي ليك علشان تاخد قرارات حلوة حول كل المشاريع المشتركة والبناءة، علشان تضفي طابع رسمي أكتر على كل علاقتك وتبتدي تكون أسرة من جديد. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيبقى في برج الحوت، وده هيخلينا في جو مشوش جدا وحتى هنبقى غير منظمين. عندنا ردود فعل عاطفية جدا، عندنا ضعف في شوية من الحركة اللي عندنا، وفي حتى تقلل من الحس السليم اللي بنواجهه في يومنا ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.